السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله نتكلموا على اختيار الأرانب ذات الأداء الجيد من أجل عملية التكاثر. إذا يمكن لكل مربي مبتدئ أو محترف أن يختار الأرانب ذات الأداء الجيد من أجل عملية التكاثر، ذلك لتحسين الأداء العام للنسل المقبل إن شاء الله. فيمكن اختيار أفضل الأرانب عن طريق مقارنتها مع إخوتها وأقرانها، وذلك أن يرى أن يكون يعني في الحجم الجيد والنوع كذلك، يعني أي السلالة، وكذلك تاريخ الولادة، ثم اختيار الخصائص الجسمية، هذا مهم جدا، وكذلك سجلات أدائها هل هي جيدة أم لا، وكذلك اختيار النسل أي السلالة الجيدة، بحيث هناك سلالتين معروفتين وهما يعني الشانشيلا كهذه الأنثى شانشيلا والبابيون. بابيون هو مهم في عملية التزاوج خصوصا الذكر. إذن كما قلنا هناك خصائص جسمية التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، أنا دونتها في بعض النقاط، وهي وزن الأرنب وحجمه عند الولادة، وعدد الأرانب التي تولد حية والأخرى التي تولد ميتة، بالإضافة إلى الحالة الصحية والقدرة على التزاوج وكذلك التكاثر ومعدل النمو. وبعد تقييم النتائج يمكن تحديد أي من هذه الأرانب يمكن اختيارها وأيها يجب إقصاؤه، يعني الذي نلاحظ أنه فيه خصائص جسمية جيدة يمكن تركه وكسبه للتخصيل منه، أما المشكوك في أمره فيجب إقصاؤه، وهذه العملية تسمى عملية الإحلال. ومن الجدير الذكر أنه يمكن أن يتم توزيع الأرانب في الأقفاص بطرق متعددة من أجل التكاثر، وهي توفير قفص لكل ذكر من الأرانب من اثنين، أو توفير قفص لكل ذكر مع أنثى واحدة. أما الأرانب الباقية فيمكن ذبحها والاستفادة من لحومها أو بيعها بالوزن. إذن هذه الحلقة في الحقيقة هي حلقة مهمة، لأن يجب على المربي أن يكون ذكي في اختيار الأرانب التي يجب تركها. فإذا ترك بعض الأرانب التي هي في الحقيقة لا تكون جيدة في الأداء، فالمشروع يكون خاسر 100%، لأن سوف يكون قد صرف الكثير عن هذه الأم، فإذا به يتفاجأ أن هذه الأم لا ليس فيها يعني الخصائص التي يجب أن تكون في الأم الحنون التي تلد جيدا وترضع أطفالها. إذن يجب أن يكون المربي ذكي في هذه العملية، يعني ويجب التركيز جيدا في هذه العملية. إذن كنظن أنني وصلتكم الفكرة. هذا يعني اللهجة أنني نتكلم بها طلبوني عليها بزاف الناس ديال الخليج، الناس ديال سوريا، الناس ديال مصر بالذات. عندي أصدقاء ديالي قالوا لي أنني نتكلم بهذه اللهجة، أنني نوصل لهم كما كنوصل لكم نتوما الفكرة،
يعني في بلادي بغيت نوصلها للجميع. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، والناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجرس وتكيو على زر الجيم كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.